فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: حصل رئيس القسم لدينا في العمل حصل على ترقية، واتفق الزملاء على استئجار استراحة ووضع عشاء له بمناسبة ذلك، هل يجوز أن نفعل ذلك لرئيسنا؟ هنا إذا كانوا جميعا قاموا بهذا ما في بأس، لأنهم غير متهمين. أما إذا كان واحد منهم فعل هذا، هذا هو اللي ما يجوز. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.